الحرف البلغارية. الأطفال يكتسبون الثقة بأنفسهم بتطوير مهاراتهم، والشعوب يكتسبونها بتطوير حرفهم. لقد شهدت الحرف البلغارية أوج ازدهارها في عصر النهضة البلغارية، الذي تطور خلاله الذوق الجمالي باتجاه الأناقة والوظيفية. حرفة صناعة الخزفيات بدأت تتطور في الأراضي البلغارية منذ عهد الإتراقيين والرومان. القدور والأباريق والسلطانيات والجرار والأطباق هي عجائب حقيقية من الصلصال، فأشكالها بسيطة وفي الآن ذاته كاملة الجمال، إذ تم أخذها من الطبيعة نفسها. هذه الحرفة العتيقة تم تحويلها إلى فن تشكيلي تمتزج فيه أساليب وعصور عديدة. وصناعة الخزفيات لا تتميز فقط بجوها الخاص، بل وتروي القصص. مثلاً قصة الأكلة الساخنة في الطبق الطيني، أو قصة الإبريق الأنيق المليء بالماء، أو قصة الفتاة التي تذهب إلى عين الماء بباقة زهور صغيرة في شعرها. وإذا كانت صناعة الخزفيات مجرد فن، فإن الحفر على الخشب يتعدى ذلك إلى كونه شغفاً بالنسبة للبلغار. ومما يدل على ذلك حالة بيت داسكالوف في تريافنا. ففي أوائل القرن 19 قرر التاجر الغني خريستو داسكالوف بأن بيته ليس مستكملا لأنه غير مزين من الداخل، فاستدعى اثنين من أبرز النقاشين في تريافنا، ديمتر أوشانيتسا وإيفان بوتشكوفيتسا، فراهن كل منهما على أنه سوف يفوق الآخر في مهارة نقشه لسقف خشبي. وهكذا وخلال مدة دامت نصف سنة صنع الحرفيان شمسين يظلان نموذجا لا يضاهى لهذا الفن إلى اليوم. حرفة بلغارية تقليدية أخرى هي حرفة النسج، كما شهدت تطورا كبيرا في عصر النهضة البلغارية صناعة القياطين. القيطان عبارة عن ضفيرة من الخيوط كانت تستخدم لتزيين الملابس المصنوعة من الأقمشة الصوفية الغليظة. بوسط تشيبروفو وساموكوف وكوتيل تشكل علامات تجارية تتميز كل واحدة بأسلوبها الخاص. إنها تصنع عادة من صوف الغنم وتنسج على منوال عمودي، ثم تلون بألوان طبيعية زاهية وتزين بزخارف متنوعة، أشكال هندسية مرتبة ترتيبا طوليا أو شطرنجيا، أو أشكال تجريدية لزهور ونباتات أو طيور وحيوانات. كلها تكون تصاميم متقنة تم الاعتراف بقيمتها الفنية منذ زمان. رغم صغر مساحة الأراضي البلغارية، فقد نمت فيها أنواع كثيرة من الحرف: صناعة السكاكين، صناعة الأجراس، صناعة النحاسيات، وغيرها الكثير من الحرف المشهورة أو شبه المجهولة. في بلغاريا يوجد عدد من المراكز الحرفية العامة، الشارع التجاري ساموفوتسكا في مدينة فيليكو تورنوفو. كل الحرف البلغارية تعبير عن الروح الشعبية وعن السعي إلى الجمال واستكمال الذات الذي هو من فطرة الشعب البلغاري. والحرف بالإضافة إلى كونها ذكرى لطيفة من الأزمنة الغابرة التي كانت فيها الحرف جزءا من الحياة اليومية، فإنها تشكل اليوم أيضا جزءا من الصناعة السياحية وذكرى عزيزة من كل رحلة في حدود بلغاريا.